أهلا بكم إلى الجزء الثاني من العربي اليوم. يسعدنا في هذا الجزء أن نستضيف السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيسها في هذا الجزء. أهلا بك سيد راشد. مرحبا فداء. شكرا مرحبا لك. بالتلفزيون العربي. شكرا على هذا اللقاء. مرحبا. نبدأ معك فيما يتعلق بوضعكم داخل الحكومة. يعني أنتم ممثلون داخل الحكومة بوزير واحد وعدد من كتاب الدولة. أنتم بنفسكم تقولون بأن هذا لا يمثل ثقلكم داخل البرلمان. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذا الوضع أهميته في تحقيق المشاركة، بقطع النظر عن حجم هذه المشاركة، لأنه تونس قامت تجربتها الناجحة في التحول الديمقراطي على مبدأ التوافق وليس على مبدأ المغالبة. ونحن جربنا منطق تقسيم السلطة بين سلطة ومعارضة سنة 12 و13 وأوشك البناء أن يسقط فوق رؤوس الجميع. ولذلك اكتشفنا بالتجربة أن الديمقراطية الناشئة في مرحلة التحول لا يناسبها منطق المغالبة. يعني في الديمقراطية المستقرة 51% كافية للحكم، لكن في الديمقراطية المبتدئة والديمقراطية التي في حالة انتقال الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى نوع من الإجماع، إلى نوع من التوافق، وهذا ما اهتدينا إليه. ولذلك مشاركتنا الجزئية التي لا تعبر عن حجمنا في البرلمان، نحن عندنا 69 مقعد برلمان، عندنا ثلث تقريبا مقاعد البرلمان، وجودنا في الحكومة لا يعكسه، ولكن يحقق هذا المبدأ اللي هو مبدأ المشاركة ومبدأ التوافق. كان يمكن أن نكون في صراع مع نداء تونس، وقبل الانتخابات الأمور كانت متجهة إلى هذا، قطاران كبيران كان متجهين إلى التصادم، لكن بهذه المشاركة ولو جزئية جعلنا القطارين يسيران في اتجاه واحد وليس في اتجاه تصادمي. طيب سيد راشد، هل توافقتم على تعديل وزاري قريب؟ لا، يعني ليس هنالك تعديل وزاري لخمس وزارات كما تتردد معلومات في تونس. ليس هناك تعديل في الأفق، ولم يقع أي حديث رسمي بيننا وبين نداء تونس أو بيننا وبين رئيس الحكومة على أي تحوير وزاري. طيب ما هي حدود العلاقة بينكم وبين هذه الحكومة؟ يعني توجه انتقادات من قبل حركة النهضة لبعض الوزراء داخل هذه الحكومة، هل هذا الانتقاد موجه للحكومة مجتمعة أم لبعض الوزراء؟ والمعلوم أن الوزارة جسم متكامل، يعني رئيسها يجب أن يكون راضي أيضا عن أداء وزرائه. ليس عندنا مشكل مع أي وزير في الحقيقة، عندنا مشكل مع بعض السياسات لعدد محدود من الوزراء، مثل بعض السياسات التي تسلكها وزارة الشؤون الدينية إزاء تعيينات الأئمة. فقد بدا واضحا بأن اتجاهها العام هو إلى إزالة كل الأئمة الذين جاءوا مع الثورة وإعادة الأئمة الذين كانوا قبل الثورة. أنا لا أقول كل الأئمة الذين جاءوا بعد الثورة جيدين ولا كل الأئمة الذين قبل الثورة سيئين، ولكن لا ينبغي أن تكون هناك سياسة عامة، لأن هذا يدل على أنه هناك إقصاء وهنالك تصفية حسابات. هذا الذي انتقدناه، ما عندناش مشكل مع شخص وزير، وإنما عندنا مشكل مع بعض السياسات. طيب بمناسبة الحديث عن وزير الشؤون الدينية، هل تم تجميد قرار الوزير بإقالة عدد من الأئمة أم لا؟ أنا الذي ظهر في الإعلام البارحة هو أنه قرار اتخذه وزير الشؤون الدينية، وإن كان الوزير غائب، معناها الستاف متاعه يعني بعض أعوانه هم الذين اتخذوا هذا القرار في غيابه، تدخل فيما يبدو رئيس الحكومة بتجميد هذا القرار. طيب ولكن الوزير ووزير الشؤون الدينية قال لا علم له بهذا القرار، معنى ذلك أنه بعض العناصر في الوزارة، بعض العناصر اللي عندها مشكلات مع بعض الأئمة أرادت أن تستغل غياب الوزير لتتخذ هذه القرارات. طيب لنكن دقيقين، قال بأن لا علم له بالتجميد أم لا علم له بالقرار؟ لأن جريدة الصباح اليوم تتحدث بأن لا علم له بالتجميد. قد يكون يعني النص أنا قرأته خلاف هذه القراءة، أنه لا علم له بالقرار،
قد يكون لا علم له بالتجميد. على كل حال إن الفرق الوزير غائب، الوزير غائب ولا حكم لغائب. يعني إن أنتم على دراية بأن القرار من المفترض أن يتخذه الوزير نفسه وهو ما يجمد قراره إن ارتأى ذلك. على كل حال رئيس الحكومة، الوزير هو وزير في حكومة، ورئيس الحكومة هو من يسير الحكومة ويستطيع أن يقرر ما يشاء في شأن أي موظف من موظفي الحكومة بغض النظر عن الوزير. بغض النظر، الوزير يعمل معينا له يعني. طيب إذا كان الحال كذلك قد نسأل لماذا الوزراء؟ لأن رئيس الحكومة عنده نظر عام، الوزير ينظر نظرا جزئيا، ولكن الوزير ورئيس الحكومة ورئيس الدولة ينظران نظرا عاما. إيه ما أثر هذا القرار على الأمن في تلك المنطقة؟ هل يهدد الأمن؟ هل يهدد الاستقرار؟ هل يهدد راحة المواطنين؟ أم يمكن أن يحدث مشكلات هذا القرار؟ بحيث الوزير يقرر فيما يراه صالحا في وزارته، ولكن رئيس الحكومة يقرر في الشأن العام تأثير هذا القرار، إذا كان عنده تأثير، تأثيره على الوضع العام. إذا رأى بأنه له تأثير سلبي على الوضع العام فتجميده من حق. من الواضح بأن أيضا تجميده أثار جدلا في الشارع التونسي. نقابة الأئمة تقول بأن الوزير أو الجسم الوزاري ورئيس الوزراء خضعا لابتزاز حركة النهضة من خلال تجميد هذا القرار. كيف تردون على ذلك؟ هناك أكثر من نقابة ومواقفها مختلفة. السيد عاشور بالتحديد، يعني السيد عاشور مشكوك في تمثيله لجملة الأئمة، يعني لا توجد نقابة تمثل كل الأئمة في البلاد، هناك أكثر من نقابة يعني، وبالتالي هو يعبر عن وجهة نظر تقابلها وجهة نظر لنقابات أخرى يعني. طيب يعني تحدثتم عن الاستهداف، هل هذا يبرر ما قاله السيد نور الدين البحيري رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة؟ قال في تصريحات سابقة له أن هنالك تصفية لكل من اشتغل سابقا مع النهضة. من يستهدفكم اليوم وأنتم في الائتلاف الحاكم وتشاركون في الحكومة؟ الذين في الحكومة بشر من الناس، ولذلك يمكن أن يتصرفوا وفق حسابات ووفق مصالح، وبالتالي ينبغي لرئيس الحكومة في النهاية ورئيس الدولة هم اللي عندهم النظر العام لتصويب القرارات التي يتخذها إداري هناك وإداري هناك ومدير إدارة ووزير ووكيل وزارة، كل هذا خضع للرؤية العامة للمشهد العام لمن يجلس على مقعد القيادة العامة في البلاد. يعني أفهم من كلامك بأن هنالك بعض الوزراء يستهدفونكم بصريح العبارة؟ لا، نحن ما عندناش مشكل مع أي وزير، كما قلت عندنا مشكل مع بعض السياسات. ولكن كلمة استهداف من المقصود بها؟ أي جهة؟ قلت استهداف، ظهر سياسة ظهرت فيها في وزارة الشؤون الدينية، سياسة الإطاحة بكل الأئمة الذين انتصبوا في المساجد أو نصبوا أو عينوا على يد الترويكا أو عهد ما بعد الثورة، في اتجاه إعادة الأئمة الذين كانوا قبل الثورة والذين كانوا متهمين في عمومهم، كانوا متهمين بالولاء لسلطة المخلوع، وكانت ليست الكفاءة هي التي كانت محددة وإنما الولاء. نحن نريد أئمة، لا نريد أئمة نهضويين، ما عندناش أئمة نهضويين نحن، وإنما نريد أئمة أكفاء نزهاء يخدمون مواطنيهم. طيب قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى، سؤال أخير في هذا الإطار، يعني أنتم شركاء مع نداء تونس وتشاركون في تحالف رباعي، وهذا الوزير محسوب على نداء تونس، لماذا لم يتم الحوار قبل اتخاذ هذا القرار كي لا ندخل في اتخذ القرار ودعينا في القرار وجمد القرار وكل لا هذه المتاهة؟ لا علم لي بأنه هذا الوزير عضو في نداء تونس، وإنما عين كمستقل، هو لم يعين، هو كان مفتيا في عهد ما قبل الثورة، حيث ما كانش حيادي، كان مفتيا في مرحلة ما قبل الثورة، ولذلك تلاحقه هذه يعني هذه الصورة في انتمائه لمرحلة ما قبل الثورة أنه كان مفتيا. هل في آليات داخلية لحل المشاكل داخل الائتلاف قبل ظهورها إلى العلن؟ ما هي هذه الآليات؟ عندنا تنسيقية الأحزاب، تجتمع كل أسبوع، إما تجتمع مع بعضها فقط أو تجتمع
مع رئيس الحكومة لتناول المشكلات الطارئة، لطرح البرامج المستقبلية إلى آخره. وهذه التنسيقية يعني تعمل عملا منتظما ويتحسن عمله ويتطور. طيب اليوم حركة النهضة ونداء تونس الجانبان يقولان أن جدكما واحد، يعني وهو الثعالبي الشيخ الثعالبي. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم تلتقيا قبل ذلك من فترة طويلة؟ لماذا تم الانتظار إلى حد الانتخابات حتى يتم الالتقاء إذا كان الجد واحد؟ يعني الأمور تأخذ مجراها، يعني تبدأ فكرة بسيطة وتتطور حتى تصبح كيانا. فكرة اللقاء مع النداء أملتها مصلحة البلاد، وكل خاض حملته الانتخابية ضد الآخر، النهضة والنداء. وكان خطاب النداء شديدا، يعني خطاب النداء كان مركزا على إبعاد النهضة من الساحة، من الحكم والحلول محلها، وأن هناك طرف يمثل الحداثة وطرف آخر ضد الحداثة. الخطاب الانتخابي هذا معتاد. نتائج الانتخابات، الشعب التونسي لم يرد أن يعطي السلطة لا للنهضة منفردة ولا للنداء منفرد، وإنما فرض التشارك، فرض على النداء أن يشاركنا وفرض علينا أن نشارك النداء. وعندما حصل هذا اللقاء كان لابد من البحث له عن أسس ومقومات حتى يتأسس، وحتى لا يكون حدثا طارئا هذا اللقاء. فكان من هنا يعني اكتشاف الوصول المشتركة بين الدساترة وبين الإسلاميين، وفعلا تبين أن هناك وصول مشتركة، وأن هناك جد أول مؤسس للحركة الدستورية. الثعالبي هو الذي أسس الحركة الوطنية في تونس التي تسمى حزب الدستور. وبعد ذلك بعد 15 سنة تقريبا من ولادة هذه الحركة الوطنية انشق عنها فرع بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبة. فالناس نسوا الأصل، نسوا أن هنا أن الأصل، وتمسكوا بالفرع. بينما الحركة الدستورية مؤسسها الثعالبي ومن تلاميذها بورقيبة ومن تلاميذها صالح بن يوسف ومن رحمهم الله ومن تلاميذها آخرون ومن تلاميذها الباجي، الرئيس الباجي هو أيضا قيادي في هذه المدرسة. لم أسمع منك رد على سؤالي، لماذا الآن يتم الحديث عن الثعالبي؟ والموضوع كما تعلمون أثار جدلا داخل نداء تونس، يعني وفي خلاف على الموضوع. لم يكن زمن الحبيب بورقيبة لم يكن مسموحا الحديث عن زعامة الثعالبي، حيث الثعالبي تم طيه من أجل تركيز الأضواء كلها على الحبيب بورقيبة وعلى صالح بن يوسف، تم تهميش في التثقيف السياسي التونسي، تم تهميش الجد الأول هذا، وتم التركيز على تلاميذه. الآن تطور الوضع التونسي أدى إلى أن الناس يفتحون كتاب الحركة الوطنية ويكتشفون أن في هذا الكيان المؤلف الأول لهذا الكتاب هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي. حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى خلافات داخل نداء تونس، لماذا؟ يعني هذا الأمر ليس مصطنعا، يعني شخصية الثعالبي ما هي شخصية تم اصطناعها، هي شخصية حقيقية لا يجادل أحد في أنه هو الذي أسس الحزب الدستوري، أسس الحركة الوطنية، لا يجادل في هذا أحد. وبالتالي فنحن نبحث عن أرضية وفاق. عندما نتحدث عن الثعالبي نبحث عن أرضية وفاق تونسي، هذا كل التونسيين، كل من يتمسكون بحركة التحرر الوطني، الثعالبي هو عنصر جامع وليس عنصر مفرق. راح أحكيك بصراحة فيما يتعلق ليس الثعالبي مؤسس النهضة، هنالك من يرى، ولا هو مؤسس الحركة الدستورية كما صاغها الحبيب بورقيبة، وإنما هو مؤسس
لكل ذلك في الحقيقة مؤسس للحركة الوطنية. يعني هنالك ما يرى بأن إثارة الموضوع في هذا التوقيت ليس بنزيه، بمعنى أن الهدف من ذلك هو المزيد من الخلافات داخل نداء تونس، لكي يعني تنقسم هذه الحركة لتيارات هي أساسا منقسمة إليها، وبالتالي يعني فرق تسد. الثعلبي هو عنصر تجميع وليس عنصر تفريق، ينبغي أن يكون عنصر تجميع ليس عنصر تفريق، لأنه لا ينتمي لهذا التيار أو لذاك، وإنما هو أب مؤسس للحركة الوطنية. وبالتالي تركيز الأضواء على الثعالبي هو جمع لصفوف التونسيين وليس تفريق لصفوف التونسيين. على أمل ذلك. طيب ننتقل إلى مشروع قانون المصالحة. ذكرتم أن مشروع قانون المصالحة يحتاج إلى تعديلات وإصلاحات حتى يكون مجاله متميزا عن مجال العدالة الانتقالية. في هذا الإطار ما شكل الإصلاحات التي تبتغون؟ يعني نحن الآن كوننا لجنة برلمانية فيها عدد من البرلمانيين والقانونيين لدراسة هذا المشروع، مش قانون ولا هو مشروع قانون. هو مشروع قانون طرحه رئيس الدولة وطلب من النواب ومن الأحزاب مدارسته والقيام بالتعديلات التي يرونها مناسبة لهذا المشروع. نحن بصدد ذلك، نحن ندرس هذا أيضا ضمن اللجنة التي كوناها، أيضا ندرس ضمن تنسيقية الأحزاب. أول البارحة نحن اجتمعنا في تنسيقية الأحزاب وكان هذا أحد موضوع الدراسة. فإذا نحن نريد أن نتعامل مع هذا المشروع على أساس ليس القبول المطلق ولا الرفض المطلق، وإنما نريد أن نضعه على مقياس الدستور وعلى مقياس العدالة الانتقالية بما لا يتناقض مع الدستور ولا مع العدالة الانتقالية ولا مع القوانين المرعية. وبالتالي فنحن نتعامل مع القانون بقلب سليم، بقلب نزيه، يعني بروح إيجابية وليس برفض مطلق ولا بقبول مطلق. طيب في أي اتجاه تسير النقاشات داخل كل هذه الهيئات، الهيئة التي تقديري أنا في الغالب الأمور تسير نحو يعني إجراء تعديلات أساسية في القانون حتى يكون مقبولا. تتناول أي نقاط؟ يعني القانون منذ شهر تتناول بمعنى حتى لا يتناقض، حتى لا يتداخل مجاله مع العدالة الانتقالية، التمييز بين موضوع العدالة الانتقالية وبين موضوع المصالحة الاقتصادية. العدالة الانتقالية قد يكون متجهها الأساسي هو فتح ملفات القضايا الحقوقية، الاعتداء على حقوق الإنسان، القضايا الاعتداءات السياسية، المظالم السياسية التي حصلت خلال 50 سنة، بينما والعدالة الانتقالية الملف المطروح عليه ملف ثقيل قد يحتاج إلى 5 6 7 سنوات، بينما ملف المصالحة الاقتصادية يتجه إلى موضوع محدد هو الجرائم، هو الجرائم والمخالفات الاقتصادية التي لا تنتظر 4 5 سنوات أخرى، لأن هذه أموال ستضيع على التونسيين. نحن نريد بهذا القانون أن نسترد أموالا نهبت أو تم التفريط منها، أن نستردها وتذهب إلى المناطق المحرومة. طيب إذا كان بالذات وليس مجرد أن نأخذ أموال ونضعها في الميزانية، لا، نريد أن نسترد أموال ممن نهبوها ونعيدها إلى المناطق المحرومة، لأنه هي حقها الأصلي، نهبت منها في الحقيقة. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني خلال الترويكا وإبان حكمكم لتونس أو رئاستكم لمجلس الوزراء أيام حماد الجبالي، في أفكار طرحت في هذا الإطار، لماذا لم يتم القبول بها في ذلك الوقت؟ في ذلك الوقت كان هناك مشروع منذ قليل اطلعت عليه، كان مشروعا مماثلا قد طرح في عهد حكومة جبالي، طرحه الوزير في ذلك الوقت عبد الرزاق الكيلاني الذي كان محاميا، كان عميد المحامين، طرح مشروعا للمصالحة الاقتصادية شبيه بهذا المشروع، ولكن الأجواء لم تكن مناسبة في ذلك الوقت. ما الذي تغير اليوم؟ تغير أنه الناس أدركوا أن موضوع العدالة الانتقالية موضوع يطول،
حيث ما هوش موضوع تعامل اثنين موضوع يطول. أدركوا بأن الحاجة الاقتصادية، حاجة البلاد، حاجة الدولة، حاجة المناطق المحرومة إلى المال حاجة متأكدة. أدركوا بأن هناك أموال ضائعة الآن تنتظر عدالة انتقالية، لا ندري متى يصل الدور إلى هذه الأموال الاستردادية، وبالتالي فهناك حاجة إلى شيء مستعجل لاستعادة هذه الأموال، وتبقى العدالة الانتقالية تمضي في طريقها. بس واضح أن المعارضة لا تزال قوية ضد هذا المشروع، يعني اتحاد الشغل، جمعية القضاة، رابعة حقوق الإنسان، المنظمات الدولية كلهم ضده، والبعض يرى أنه تبييض للفساد. هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة، نستطيع أن نقول حققت قدرا من النجاح في إشاعة الضباب حول مشروع المصالحة الوطنية، المصالحة الاقتصادية، إذا ربطته بالفساد وأنه تبييض للفساد، ماهوش استرداد أموال. ولذلك هم ترجموا المصالحة الوطنية تبييض الفساد، نحن نقول المصالحة الوطنية هي يا من أخذتم أموال الشعب رجعوها للشعب حتى تدخل، حتى تسهم في تنمية المناطق المحرومة. هل يمكن أن يكون كل هؤلاء على خطأ فهموا مشروع القانون بشكل خاطئ؟ لا ليس فهموا، يعني هذا طبيعة المعارضة، طبيعة المعارضة أنها ليست مجعولة لتوافق الحكومة وإنما لتعارضها، رغم اللي نحن نقول المعارضة مطلوب أن تكون معارضة تنتقد، نعم، ولكن النقد البناء وليس نقد كل ما يعرض من الحكومة. يعني. أيضا دخلت على الخط المنظمات الدولية، انتقدت هذا المشروع أيضا. قد تكون لم تستبن حقيقة هذا المشروع يعني. طيب، هل هذه المعارضة من وصفت أنت بحديث لك أو على صفحتك اليوم بأنهم فوضويين؟ هل هذا الكلام لمن موجه هذا الكلام؟ هذا الكلام موجه لتحشيد الشارع، لإبطال، لإسقاط مشروع قانون ما زال يناقش في البرلمان. نحن نقول في الديمقراطيات المعروفة القوانين لا تسقط في الشارع، القوانين تسقط في البرلمان. عندما يقدم مشروع للبرلمان يدرس في البرلمان، تتناوله اللجان، تعديه للجلسة العامة، تقبلوا ترفضوا، لكن ما هوش القوانين تسقط في الشارع. هذا في زمن الديكتاتورية ما عندناش طريق لإسقاط قوانين للاعتراض إلا في الشارع، في زمن الديمقراطية. ولكن الشارع هو من أسقط بن علي سابقا، والشارع لديه حرية التعبير عن رأيه والتظاهر. نحن مع حرية التظاهر، هذا حق دستوري، حق التظاهر، ونحن ندافع عن حق التظاهر، ولكن عندما يطرح مشروع على البرلمان اللي عنده أعضاء في البرلمان يناقش. ليش مجعولة البرلمانات؟ أين تقبل وأين ترفض القوانين؟ في الشارع؟ ولكن أين يعبر الرأي العام عن موقفه؟ الرأي العام يعبر في الصحافة، الرأي العام يعبر عندما، لا أنا لا أقول أني أعترض على مبدأ التظاهر، وإنما أقول عندما يطرح مشروع في البرلمان يناقش في البرلمان. هذه هكذا الديمقراطيات، لمن يعرف الديمقراطيات، ونحن عشنا أكثر من 20 سنة في بريطانيا، كانت القضاء كل مشاريع القوانين تناقش في البرلمان، تناقش في الصحافة. عندما تأتي قضايا كبرى مثلا حرب العراق، خرج البريطانيون بالملايين في حرب العراق، لأنه قضية تتعلق بالأمن العام، يعني تتعلق بمصير شعب ومصير علاقة بين الشعوب أصلا يعني. طيب سيد راشد، أفهم من كلامك بأنك تصف المعارضة بأنها فوضوية؟ أنا لا أصف المعارضة، أصل سلوكا، هذا السلوك ليس سلوكا ديمقراطيا، هذا سلوك فوضوي، لأنه معناها أنه البرلمان طعن في البرلمان، كأنه البرلمان مش مؤهل باش يناقش، أو كأنه طعن في أنه البرلمان هل يمثل الشعب ولا ما يمثلش. إذا كانت الانتخابات صحيحة معنى ذلك نواب البرلمان يمثلون الشعب ومؤهلون لأن يناقشوا هذا المشروع، يقبلوه ولا يرفضوه. إذا كنا نحن مؤمنين بأنه هذه انتخابات صحيحة وأنه هذا البرلمان يمثل الشعب، ليش مجعول إذا كان مش هو اللي يقبل ومش هو اللي يرفض؟ إذا كان نخرجوا للشارع باش نطيحوا قانون. طيب
يعني إذا كان آخرين أيضا كل من لا يعجبه قانون يخرج للشارع باش يطيحه. ذكرت ليش الانتخابات إذا وليش عندنا برلمان إذا؟ سيد راشد ذكرت أنك تصف السلوك بأنه فوضوي، ولكن من يقوم بهذا السلوك؟ المعارضة هي من تدعو الناس للنزول إلى الشارع، إلى المنظمات التي ذكرت. عندما أصف سلوكا لا أصف كيانا، لا أقول المعارضة فوضوي، أصف هذا السلوك. هذا السلوك ليس سلوكا ديمقراطيا، هذا السلوك سلوك فوضوي، لأنه في الديمقراطية القوانين تقبل أو ترفض في البرلمانات. طيب فيما هذا مشروع قانون طرحه رئيس الدولة ناقشوه، بل أنا دعوت أصلا إلى أن نصل مش حتى أن لا يحسم فيه بالأغلبية، وإنما أن يحسم فيه بمنطقة التوافق. طيب عندنا لجان تسمى لجان التوافق، لجنة التوافق في البرلمان كانت عملت خلال المرحلة التأسيسية وأنتجت دستورا وأنتجت توافقات وصنعت الاستثناء التونسي. ما زلنا محتاجين لمنطق التوافق بما في ذلك فيما يتعلق بمناقشة هذا القانون. نحن عندنا أغلبية كافية أكثر من 66% لإقرار أي قانون، ولكن قلنا نريد القانون أن يمر بالتوافق وليس بمجرد الأغلبية. طيب في قانون آخر كان قد أقر، قانون العدالة الانتقالية، يعني من خلال كلامك وكأني فهمت بأنكم غير راضين عن أداء هيئة الحقيقة والكرامة، لأنكم ذكرتم بأنه قد يأخذ الوقت، يعني يأخذ الموضوع وقتا طويلا، كيف تقيمون الأداء؟ هو القانون تصور بأنه مهم بأن المدة المخولة لها 5 سنوات وقد تمتد، قد تمدد هذه المدة، بحيث عمل هذه اللجنة ليس عملا مستعجلا، هو عمل فتح ملف متاع 50 سنة، 50 سنة من المظالم ومن المحاكمات وتزييف انتخابات وسرقات، 50 سنة هذه تحتاج إلى وقت، بينما موضوع الموضوع المالي هذا المصالحة الاقتصادية لا تتطلب لا تتسع لمثل هذا الوقت. بس في جلل هذا الوقت الطويل، هذه الأموال حاليا تبدد، بل بعضها بدد خلال 4 سنوات الماضية تأخر الحسم فيها، كان ينبغي أن تحسم من قبل، لأن هذه شركات كبرى الآن يتصرف فيها من ليس أهلا، وبالتالي نعم. هذه الأموال ضاع كثير منها ومعرض للآخر للضياع، وبالتالي مطلوب الحسم. ذكر ذلك سيد راشد لأن الوقت يمر بسرعة وهناك الكثير من الملفات نستفيد منك معنا فيها. فيما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة، في جدل داخل هذه الهيئة، في استقالات داخل هذه الهيئة، في تبادل اتهامات داخل هذه الهيئة، يعني كيف تنظرون إلى كل ذلك؟ مطلوب إصلاح هذه الهيئة بتغيير رئيسها، بتسديد، لا أنا لا أقول هذا، وإنما بتسديد الشغورات الموجودة فيها. هناك شغورات موجودة فيها ينبغي أن تسدد، ينبغي أن تكشف، يعني تبدأ عملها، أن يرى الناس عمل هذه الهيئة. حتى الآن الهيئة ما زالت بصدد جمع الملفات، الناس يريدون أن يروا محاسبة. طيب بداية إصلاحها، ما هي الآليات لذلك؟ أن تبدأ هذه الهيئة عملها في فتح ملفات وفي دعوة المتهمين وفي عقد جلسات، يعني استماع لهؤلاء المتهمين والمكافحة بينهم وبين الضحية والجلاد، بحيث يرى المجتمع التونسي يريد أن يفتح، أن يرى تاريخه، ماذا حصل في هذا التاريخ، لماذا وصلنا إلى الثورة. وصلنا إلى الثورة لأن هناك مظالم قد تراكمت، المجتمع التونسي يريد من الهيئة أن تبدأ عملها. طيب سيد حتى راشد، الآن ما راش المجتمع التونسي. لدي دقيقتين فقط، كيف يمكن إصلاح هذه الهيئة؟ هل بتغيير القانون؟ هل بتغيير لا رئيسة هذه لا الهيئة؟ أنا قلت لك لا، لماذا تعيد نفس السؤال يعني؟ طب ما المانع إذا كان فيها الأد اتهامات؟ أنا لا أرى بأنه هذا هو الموضوع، ممكن تغيير الرئيسة، ولكن أنا لا أرى بأنه هذا هو المشكل اليوم. أرى المشكل هناك شغورات في هذه الهيئة، مطلوب تسديد الشغورات، مطلوب من البرلمان اللي هو الهيئة التي أنتجت
البرلمان هو الجهة التي أنتجت هذه الهيئة أن يفتح هذا الملف وأن يرى ما هي الصعوبات، ما هي الثغرات، ما هي الأخلال الموجودة في هذه الهيئة لإصلاحها حتى تنطلق في عملها. سيد راشد، فيما يتعلق بمؤتمر التي من المتوقع كان انعقاده في سبتمبر حول الإرهاب سيتم عقده الشهر المقبل، هل تم التوافق على كيفية عقد هذا المؤتمر؟ يعني إن كانت هنالك أي خلافات هل سويت؟ لأن المؤتمر أجل شهر، لماذا أجل هذا المؤتمر شهرا؟ مزيد من الإعداد، لأنه لا تنعقد المؤتمرات في تاريخ الأحزاب كل يوم، نحن نعقد مؤتمرنا في العادة كل 4 سنوات. وأنا أقول للإخوة إذا كان عقدنا جلسة لمجلس الشورى وما نجحتش نقول نؤجلها إلى جلسة ثانية، ولكن إذا عقد المؤتمر وما نجحش لا نقول نؤجله لمؤتمر، بحيث المؤتمر ينبغي أن نتأكد أن نطمئن إلى أنه سينجح، أنه سيحقق الأهداف المرجوة منه، وبالتالي يتطلب إعدادا دقيقا حتى تكون الأمور قد نضجت ونذهب إلى المؤتمر من أجل أن نضع الختم على ما اتفقنا عليه. فالمؤتمرات ليست هي مناسبات للبحث، ليست منتديات للبحث، وإنما هو مهرجان عام تتوج فيه خيارات كان قد نضجت وتم الاتفاق عليها وأصبحت واضحة عند جمهور ذلك الحزب، وبالتالي يذهبون إلى المؤتمر لإضفاء الشرعية على ما توافقوا عليه. أنت تتحدث عن مؤتمر حركة النهضة، أنا سألت عن مؤتمر الإرهاب الذي كان من المتوقع أن يعقد هذا الشهر. أنا ظنيت أنت تتحدث عن، يعني أنا كنت سأسألك عن مؤتمر حركة النهضة على كل الأحوال فحضرتك جاوبت. فيما يتعلق بمؤتمر الإرهاب الذي سيعقد الشهر المقبل، لماذا أجل للشهر المقبل؟ هل كان في أي خلافات حول انعقاد هذا نفس المؤتمر؟ نفس الأمر، يعني الإعداد نضجت الأفكار، أيضا يحتاج الإعداد لابد أن يكون متقنا، حتى الآن ما زالت ما توفرتش، يعني ما زلنا بمرحلة عمل اللجان، لأن تكونت لجان ما زالت بصدد التكون، ما تمش الآن، حتى الآن لم يكتمل تكوين اللجان، وبالتالي هذه هناك عدة لجان تحتاج لأن تعمل وأن تنضج عملها، ونتوقع نريد أن يتم هذا في شهر أكتوبر إن شاء الله. سيد راشد الغنوشي شكرا لك، سيكون لنا لقاء ثان مع حضرتك لنتحدث عن التطورات الإقليمية السنة القادمة، يعني إن شاء الله قريبا جدا. شكرا لك سيد راشد. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. هناك إقصاء وهنالك تصفية حسابات، ما عندناش مشكل مع شخص وإنما عندنا مشكل مع بعض السياسات. الجزء الثاني غدا 5 مساء بتوقيت غرينتش، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.